اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري معكم ومع ضيفي العزيز الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد. معنا بعض التليفونات من مشاهدينا الاعزاء. الاستاذه هبه اهلا وسهلا. بس خير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. تحياتي للاستاذ وحيد حامد المحترم. ربنا يخليك. بس خيري، انا لاول مره يمكن من ساعه احداث محمد محمود، مع احترامي لكل ضيوف حضرتك، انا النهارده استاذ وحيد اشفى غليلي. طب الحمد لله. خيري، اللي بيحصل في ميدان التحرير، واللي بيحصل عند البؤره بتاعه الاحداث المشتعله دلوقتي 24 ساعه، يعني للاسف الشديد احنا من سكان هذه المنطقه وبشوف مهازل بتحصل. نعم. وانا عايز اسجل من عند حضرتك، بس انا ليه اعتاب على المجلس العسكري عكس كل الناس اللي بتعتب عليه. اذا كان الناس بتعتب عليه ان هو بيتعامل بعنف مع الثوار، فانا بعتب عليه ان هو حنين قوي. الناس دي يا استاذ خيري لازم يتعاملوا معاها بمنتهى العنف. مش ده مش عنف اللي احنا شايفينه. حضرتك ما بتفرقيش ما بين البلطجيه واللي احنا شايفينه من الثوار؟ لا، ما انا هقول لك بقى يا استاذ خيري. نعم. انا شايفه ان استاذ وحيد قال كلمه يا ريت الثوار يحسوها، قال النعار على الثوار ان دول يتسموا باساميهم. تمام. اذا كانت الثوار دول شباب اللي احنا اللي سموهم ورد الجناين واللي عملوا الثوره، ايا كان بقى المسميات اللي نزلت، والناس دي ايا كانت اتجاهاتها او انتماءاتها، اذا كانت هي بتحب مصر، فالنهارده اذا كان في واحد منهم، واحد بس قاعد في وسط الميدان مع الناس دي وشافهم وما بيعملوا كده، فهو النهارده هو مش ثائر، هو خاين لمصر. شكرا استاذه. شارع مجلس الشعب ده حرام اللي بيتعمل فيه. شكرا استاذه هبه. استاذ احمد من القاهره. استاذ احمد. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك الدكتور احمد عثمان، انا بعمل في الديوان العام لوزاره الصحه. اهلا دكتور. خليني بس اروى اتسع صدر حضرتك بس عده نقاط كده هتكلم فيها سريعا. اتفضل يا فندم. اول حاجه طبعا احنا كنا معاصرين للاعتصام اللي بدا قدام مجلس الوزراء من بدايته. كل العاملين في كل المصالح الموجوده حوالين المكان دوت كانوا بيشوفوا باعينهم، مش حد بيحكي لهم ولا حاجه، كميه من الممارسات اللي هي مش بتاعتنا كشعب مصر، ناس بتتصرف تصرفات مش بتاعه الشعب خالص. لما اكون لاقي ولد عنده 14 سنه او 15 سنه يوقف راجل مسن او احد الناس العابرين العاديين الساكنين في المنطقه او ليهم مصلحه او كده، ويقبلوا على الوقوف والتفتيش الى اخره، الممارسات سيئه جدا كانت بتحصل في المكان دي. حاجه طبعا يعني ده ملوش علاقه خالص بالثوره يا استاذ خيري. احنا كلنا، كل مصر شاركت في الثوره دي، اللي وقف في التحرير شارك، واللي كان قاعد في بيته وموافق على اللي بيحصل شارك، واللي كان بيدعي للناس حتى وهو اضعف الايمان كان مشارك في الثوره برضه. انا واحد من الناس اللي نزلنا ميدان التحرير، وكان اخر يوم نزلت فيه هو يوم تنحي الرئيس، بعديها رجعت عملي انا وملايين اعتقد من مثيلي في العمل، سواء في المجال الطبي او خلافه، كلنا رجعنا عملنا عشان نبني بلدنا تاني، عشان نقدر نعوض اللي فات، عشان نقدر نبني مستقبل لاولادنا. احنا كل اللي بنبص له الاجيال الجايه، لكن كل الاطياف السياسيه للاسف الشديد الموجوده دلوقتي كما هي لم تتغير. يعني دي كان المفروض تسقط مع النظام نفسه، لانهم معظمهم، مش هقول كلهم عشان الواحد ما يجزمش في حاجه يعني هي في علم الغيب، لكن للاسف الشديد حجم وجودهم في المجتمع المصري هو اللي موجود دلوقتي، ان كلهم غير قادرين على الامساك بحقنه بسيطه من مش هنقول ثوار عشان انا اعرف الثوار واختلطت بيهم يا استاذ خيري. كان بيبقى في ملايين من الناس في ميدان التحرير، ما فيش واحد بيخبط واحد في كتفه، الناس بتوسع لبعضها، الناس بتقول لبعضها كلمه اتفضل على مختلف مستوياتهم، عشان ما حدش يقول ان ده كان بيتم في اوساط معينه او طبقات معينه او مستوى تعليم معين. كان كل الاطياف كلها بتحترم بعضها، بتقدر بعضها. فين ده دلوقتي؟ فين التعبير عن الراي بالشكل السلمي؟ فين وقفنا قدام المدرعات وقدام العربيات الشرطه اللي كانت واقفه بقى كده؟ عند حضرتك اي تعليق تاني يا استاذ احمد؟ يا فندم يا دكتور، انا اسف، انا بقول لحضرتك اتسع صدرك. لا انا اسف، بس في تليفون، عارف ان وقت حضرتك ضيق. لا في تليفونات كتير، فانت عارف الناس اللي متصله بينا، فمش عايز ابقى محملهم اكتر. بس ارجو ان حضرتك تسمع الكلام، مش مفيش داعي ان يكون اللي بيتكلم حد من الاخوه الناس الافاضل اللي هم في مختلف الطرق السياسيه اللي عماله بتحاول تكسب ارض على حساب الناس كلها. ارجو ان انتوا تشوفوا نبض الشارع المصري الحقيقي، بعيدا عن ما انتوا سمينهم النخبه. انا مش عارف ايه النخبه، مش عارف تمام. يعني ايه يتقال على اي حد ان هو صحفي وناشط سياسي؟ من يعني من اين اكتسب هذه الصفه ان هو يكون ناشط سياسي؟ عشان كده بنفتح التليفونات ونسمع يا استاذ احمد، عشان نسمع كل الاصوات.
الأستاذة فادية من الغربية. شكرا دكتور أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأول أنا بحيي حضرتك يا أستاذ خير جدا جدا. ربنا يخلي حضرتك. وبحيي الأستاذ وحيد حامد على كلامه اللي أشفى غليلنا النهاردة. وأنا واحدة عندي 68 سنة حضرت من أول النكسة لغاية دلوقتي، وحضرت كل، وأزعم إن أنا يعني شبه مثقفة، مش هقول مثقفة. نعم. بس اللي عايزة أقول لحضرتك عليه، أنا كان عندي وأول امبارح أنا عندي سكر وضغط، وأول مرة الضغط ينزل أول امبارح من كلامك الجميل اللي أشفى غلينا كلنا. ربنا اللي أنا لاحظت المجمع الطبي اللي اتحرق ده، وأنا لغاية النهاردة كلنا يعني قلبنا بيدمي. مش عايزة أقول لحضرتك حاجة، في حاجة حصلت وأنا عايزة حضرتك تاخد بالك منها. الأستاذ مدير المجمع اتصل بحضرتك الفجر وقال لك المجمع الطبي بخير وكويس. المجمع العلمي. نعم. المجمع العلمي أسف. نعم. وقال لك المجمع بخير وكويس، وبعديها بنص ساعة وأقل ابتدى الحريق في المجمع. طيب مين اللي اتصل بحضرتك الأول وقال لك إن المجمع ده اتحرق؟ دي نقطة برضو خلي بالكم منها. لا لا، ده كان عارف مين اللي هيحرق. كان زميلنا الاستاذ مصباح قطب، وهو اختلط عليه الامر لان المبنيين جنب بعض. معلش، دي الحاجه الثانيه، اسمح لي ان انا بقالي 3 ايام وخلصت المعاش بتاعي على المكالمات. طيب استحملني اللي بقوله لحضرتك. حاضر حاضر. دلوقتي الحاجه الثانيه، بالنسبه للي واقفين في ميدان التحرير دول، وبنقول بكلم الثوار اللي بينزل، اللي هم الشرفاء اللي بيقولوا على نفسهم لنا مطالب وكنا معتصمين، مع اختراقهم لجميع قوانين الاعتصام في العالم المتحضر كله، من قفل الشارع لعدم المرور فيه، وهنسكت عن ده كله. ليه تركوا العيال دي تدمي قلوبنا كلنا؟ يعني المجمع العلمي اللي اتحرق ده، انا لو ابني في وسطهم كنت ضربته بالنار، والله لو ابني في وسطهم كنت ضربته بالنار واستعدت ربنا فيه، لان ده اجرام لا يعادله الاف الشهداء. لا يمكن لا يمكن. الحاجة التانية، ليه ما حدش فيهم اللي هم بيقولوا بنتصدى للدبابات وللبتاع، ليه ما حدش فيهم تصدى لدول؟ ده دول أسهل ما يتصدوا وبنقول بيقولوا بيتصدوا بيموتوا، ليه ما تصدوش للعيال شوية المجرمين دول ليه؟ كان أسهل عليهم لو كانوا هم صحيح من الثوار الشرفاء اللي احنا عارفينهم. وندار، وأنا من ضمن الناس اللي ندرت من يوم 1 فبراير، يوم 11 فبراير الصيام برغم مرضي، على ما مبارك يخفى ويمشي عشان ربنا، عشان حقن الدماء وانتصارنا. طب مش كفايه، مش عايزه توفري بقى يا حاجه فاديه؟ ايوه ايوه. مش نوفر بقى في المكالمات؟ معلش، حاجه واحده والنبي بس. نعم. الحاجه الثانيه، انا جوز بنتي استاذ جامعه وراجل يعني مثقف ومحترم، كان واحنا من طنطا، كان في القاهره يوم الاربعاء اللي فات، وحلف وجاي مبسوط جدا وفرحان، قال انا اول مره احس بالامن في الشارع، واللي عمله الوزير الجديد واضح جدا. يقوم بعديه يوم الجمعه يحصل اللي حصل ده لصالح مين حضرتك؟ لصالح مين؟ انا عايزه افهم. حد يكلمنا، احنا بنموت نفسيا ومعنويا. الاستاذ وحيد يقول لنا لصالح مين؟ معانا مين يا جماعه؟ استاذه ناديه القاهره، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ خيري. اهلا يا فندم. انا طبعا النهارده بشكرك على المفكر الجميل العاقل الاستاذ وحيد، اللي هو قال كل اللي احنا عاوزين نقوله. انا بس عاوزه اضيف حاجه فوق اللي الاستاذ قاله، او يمكن هو دي عاوزه اضيفها لانه قال كل اللي انا عاوزاه. الحقيقه كانت التجربه العمليه، اول تجربه عمليه كانت هبان بالاحزاب، لو كانوا نزلوا من اول يوم والرول ده عمليا هما يقدروا يعملوا ايه. طبعا الجيش المجهود اللي قايم بيه، احنا لازم نحط نفسنا كبشر مع العساكر ومع الضباط. لما اجي اشوف العسكري اللي احنا قاعدين نقول المفروض يشيل زي اوروبا، يشيل الناس اللي بتثور دي، شيل بدون ما يجرحهم. العسكري في اوروبا شوف طوله وعرضه ايه، بياكل ايه، دخله ايه، عشان نطلب منهم يتعاملوا بالطريقه. ما عندوش بالهرسي ولا كبد. الحاجه اللي انا عاوزه اقولها حضرتك، معلش اديني فرصه، اللي انا عاوزه اقوله ان انا للاسف من يومين او من اكتر سمعت واحد من 6 ابريل من حزب 6 ابريل المتحدث الرسمي بتاعهم، حركه مصطفى، دكتور مصطفى النجار، للاسف اللي انا انتخبته. الدكتور مصطفى النجار مش من 6 ابريل يا دكتوره. السيد الصباحي، كلهم قاعدين يتكلموا ويقولوا
الشهداء، ولازم الجيش يعتذر والمجلس العسكري يعتذر. دول مش شهداء، وانا قلت دول مش شهداء، وطبعا محمد محمود احنا شايفين وشوشهم، دول مش شهداء يا جماعه. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي انا عاوز اقولها، ان مفروض اقل حاجه الجيش يخلي الثوار الحقيقيين او الثوار الحقيقيين هم اللي يتصرفوا ويبعدوا، ما دام هم مقاموش بواجب من الاول يبعدوا، والجيش ينذر لمده ساعتين هو والبوليس ينذروا في التلفزيون عشان الناس تكون شهداء على الانذار، بان اللي هيتبقى في الشارع بعد كده ويتضرب زي ما في اوروبا اللي بيدخل على جهه حكوميه او على جيش او على بوليس ما كانش يبين البطاقه بتاعته ويبين الميعاد بتاعه وجاي وجاي ليه بيتضرب. فاحنا كده هبتدي اشك، وانا قلت كلمت الجيش النهارده قلت لهم هبتدي انا وغيري من المصريين نشك ان انتوا اللي عاملين كده وان انتوا اللي جايبين العيال دي تعمل كده، ما كنتوش هتتصرفوا كاي جيش في العالم، وما حدش يقدر يجي ويتكلم بعد يعني زي ما في العالم بيحصل، زي ما في اوروبا بيحصل. تمام. زي ما حصل في انجلترا. وصلت من فضلك. وصلت وجهه نظرك. الجيش والبوليس ينزل لمده ساعتين ان اللي هيقرب من اي جهه حكوميه ومش هيبعد عن الشارع هيتضربوا، واحنا شاهدين بكده واحنا عاوزين كده. شكرا استاذه ناديه. الاستاذه ناديه من المنوفيه. ايوه. اهلا استاذ خيري. مساء الخير يا فندم. انا بحييك جدا جدا حضرتك، احنا متابعين برنامجك على طول. ربنا يخلي حضرتك. وبنحييكم كلكم بصراحه يعني. ربنا يخليك. ربنا معاكم. وانا عايزه اقول بس حاجتين بسرعه عشان وقتك. يعني انا نفسي ان النواب الجدد بتوع مجلس الشعب يعني المفروض ان هم يتدخلوا ويكونوا وسطاء بين الثوار وبين المجلس العسكري ويوجدوا حل. اوكي؟ نعم. وحاجه كمان، طبعا احنا زعلنا كلنا على المجمع العلمي ده وعارفين قيمته كويس جدا وبكينا عليه. فاحنا بنطالب بحمايه المنشات الهامه دي زي المتحف المصري برضو زي ما قال الاستاذ وحيد حامد مشكور، وطبعا مصر اولا ومصر قبل كل شيء، وان شاء الله احنا متفائلين ان بلدنا هتكون احسن بلد في الدنيا. نعم. وشكرا. شكرا استاذ ناديه. رنا القاهره. الو. اهلا استاذه رنا. اهلا. انا مش كنت عايزه اقول حاجه، ان احنا انا طالبه في كليه صيدله، اثنين من صحابنا قبض عليهم، هم دول مفهوم البلطجه، هم دول البلطجيه، وهم ما كانوش بيعملوا اي حاجه غير ان هم بيروحوا بيقولوا لا لحكم العصر. اثنين من بقى فين الجيش بتاع ان احنا عايزين نحافظ احنا كل اثنين من اصحابك من زمايلك. ايوه. اسمهم ايه يا رنا؟ احمد نصار واحمد مات. احمد ايه؟ نصار. ايوه. واحمد مات. واحمد مكي. ماهر. ماهر. الاثنين تم القبض عليهم. تم القبض عليهم النهارده. وخدوا 4 ايام على ذمه التحقيق. خدوا كام؟ 4 ايام على ذمه التحقيق. يعني تقدموا للنيابه. نعم. يعني انا لا طبعا، ما احنا عايزين نفرق، يعني مش عايزين الخلط ده نقع فيه خالص. طبعا احنا عارفين ان في شباب كويس قوي موجود في الميدان وعنده مطالب تختلف او تتفق معاها، لكن من حقهم. لما بنتكلم عن بلطجيه ما بنتكلمش عن دول، عن حد محترم، عن طالب محترم، عن زي الشهيد علاء اللي مات من جامعة عين شمس. احنا قلنا ان اللي التهمة اللي متوجهة لهم، وهم ما كانوش بيعملوا اي حاجة، التهمة اللي متوجهة لهم شغب وبلطجة بأي منطق، وهم ما عملوش حاجة، كل اللي كانوا عاملينه كانوا رافعين يفقع عليها لا لحكم العسكر. دلوقتي بقى اللي بيقول لا لحكم العسكر بيتاخد؟ مفترض ما يتاخدش. شكرا رنا. احمد من القاهرة. اهلا يا احمد. اهلا بيك يا استاذ خيم. اهلا بيك يا استاذ احمد. مسي على حضرتك ومسي على ضيفك الكريم. ربنا يخليك. اتفضل يا استاذ احمد. استاذ خيري، انا رحت ميدان التحرير دي اكتر من مره وشفت الناس ديت. الناس دي يعني ايا كان مسمى، اذا كانوا بلطجيه، اذا كانوا معتصمين، اذا كانوا واصفه، الناس دي سبوبه. في سبوبه بياخدوها عشان يعملوا ده. نعم. مش هيمشوا. دول مش هيمشوا. وممكن يكون السبوبه دي بتزيد معاهم وبيحاولوا يدوهم مكافئات اكتر لما يخربوا اكتر. دول مش هيمشوا. عشان يمشوا لا هنضرب ولا هنقل. لازم يبقى فيه عرض سخي تاني نقدر نديه للناس دي عشان ناخدهم. ممكن يتعمل مشروعات بسيطه، واذا حب يعني اذا كان ممكن، يعني انا مش هينفع طبعا عشان وقت حضرتك اقول لك على فكره مشروع بسيط ومنتج ناخد بيه نقول لهم خد ورشه، خد يعني حاجه سخيه نقدر نشدهم من اللي هم فيه، لان هم قدام سبوبه. طول ما هم واقفين لازم يدوهم فلوس، وده عمل بقى بيعملوه، ده شغلهم، بياخدوا عليه اجر. ومش هتعرف تكلمهم. ومحدش بيعرف يكلمهم. نعم. ولو ضربتهم مش هيمشوا. فهي الموضوع عشان نبدا يعني تكون هنحل ولا يتحل فيه،
لازم ده يبدا يشوف عرض سخي للناس دي، نشغلهم في حاجه، نديهم ورش، نستخدم طبعًا مكان. طبعا احنا مسؤولين عن اطفال الشوارع دول، حتى يعني ده جزء من مسؤوليتنا تجاههم يعني. بشكرك يا استاذ احمد. معانا الحاجه بشوات من الجيزه. اهلا يا حاجه. ايوه استاذ خير. اهلا يا حاجه، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا استاذ خير؟ اهلا بحضرتك. احنا بنحيي قناه سي بي سي بصراحه، وحضرتك واستاذه لبيب، وبنشكركم على التغطيه اللي انتوا بتعملوها، وعلى استضافتك للاستاذ وحيد حامد اللي مش شفا غليلي انا بس، شفا غليلي المصريين كلهم، ال 86 مليون مصري، الشباب والكبار. على فكره انا سني 65 سنه وتقريبا عمر الاستاذ وحيد او يمكن اكبر منه، وعشت فتره عبد الناصر، وكنت بشتغل عمل سياسي وطلعت مظاهرات. عمري في حياتي ما شفت اللي بيحصل النهارده زي ما بيحصل. انا شفت قصه البنت اللي رموها في الشارع وضربوها، مش قادره اقول لحضرتك انا بكيت، لان معايا ثلاث بنات. النهارده تخيلت بنت من بناتي، جيش مصر المحترم اللي خرجنا بنبصهم وبنحييهم وبنرحب بيهم بعد 11 فبراير لما نزلوا الشارع وحبوا الثوره وحبوا شبابنا وحبوا بلدنا وشلناهم على راسنا، يدوسوا بنت في الشارع بالشكل ده. انا تخيلت البنت دي بنتي، وتخيلت لها مصر وستات مصر كلهم. ومع احترام البرنامج حضرتك والقناه، انا شايفه كل اتصالات حضرتك كلها معظمها ستات، يعني كلها ستات بتتصل بحضرتك وبتكلمك. فين احترامنا احنا كستات؟ فين احترام الست المصريه اللي المفروض يحافظوا عليها؟ وبغير ذلك النهارده الانتخابات اللي طلعت والاحزاب اللي طلعت واللي بيتكلموا باسم الدين وبيتاجروا باسم الدين، فين هم النهارده من اللي حصل؟ فين الست اللي اتشال من على راسها الحجاب والنقاب؟ فين يا استاذ خيري؟ تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا قبل ما تعديها بس يعني قبل ما تعديها يا حاجه، انا ست مصريه في الاول وفي الاخر، انا عشت في دوله خليجيه 17 سنه يا استاذ خيري، خيرنا على العالم العربي كله يا استاذ خيري. صحيح، خيرنا على العالم العربي كله يا استاذ خيري. وصل يا استاذ خيري. حرام اللي بيحصل فينا ده، حرام يا استاذ خيري. فين الاحزاب اللي نجحت؟ فين الناس اللي كانت بتتاجر بالانتخابات والبرلمانات والكلام ده كله؟ فين هم النهارده؟ نعم. في حاجه ثانيه يا استاذ خيري، معلش في الاخر انا مش هطول على حضرتك. اتفضلي. اطرح لنا من خلال القناه عند حضرتك تفويض او 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 اي حاجه حضرتك تقترحها، بحيث ان يبقى فينا مصر ريس. بلدنا بقى لنا 10 شهور من غير ريس، من غير حكومه، من غير قوانين، بلد التسيب فيها بقى في كل مكان، في كل حته، في كل ممارسه بنمارسها يوميا في الشارع. نعم. شكرا يا حاجه بشوات، انا بحترمك وبحترم اسمك كمان، اسمك فخيم، وعايز اقول لك ان احنا من اول دقيقه واحنا رافضين تماما ومعترضين كل الاعتراض على المظهر المسيء للاعتداء على اي بنت او امراه. في اجراء قانوني، لو حد عمل مخالفه يتم معاه اجراء قانوني، لكن انتهاك جسد فتاه أو مسكها من شعرها أو الاعتداء عليها من أي حد، ده شيء مرفوض ولا يشرف الجيش المصري إنه يعمل كده. والأفضل والأسرع إن هم يتخذوا قرار ويعلنوه فورا علشان يبرئوا ذمتهم ويقولوا إن ده ليس سلوك يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. قبل ما أرجع للأستاذ وحيد بقى وآخد فرصة إن أنا أسمع، كنت طلبت من زميلي رئيس التحرير الأستاذ محمد برغوثي أن يتصل بالخبير الإعلامي والكاتب زميلنا العزيز الأستاذ ياسر عبد العزيز، يطلب منه مشاهدة الحلقة التي تحدث عنها اللي هو عادل عمارة، لسبب قلت ربما أكون أنا أخطأت مهنيا، يعني وارد جدا ما أنا بتعلم يعني، فأشوف حد أكثر خبرة مني ومتخصص أكثر مني يمكن أن يقول لي كان هنا خطأ في هذه المنطقة فأعترف وأعتذر. يعني معنا الأستاذ ياسر عبد العزيز، ما أعرفش هيقول لي إيه، بس أنا هسمع كلامه وإذا أخطأت سأعتذر على الهواء. أهلا أستاذ ياسر. أهلا أستاذ خيري. أهلا بيك يا فندم. الله يخليك. أنا طبعا يعني بشكرك جدا على يعني كلامك، هي القصة إن إحنا كلنا بنحاول ان احنا نستفيد من خبراتنا المتنوعه كل في مجاله، لكن هو ميزه الناقد والاستاذ وحيد. مساء الخير يا استاذ وحيد. مساء الخير يا دكتور. الاستاذ وحيد هيعرف ده الكلام ده كويس، ميزه الناقد ان هو عوام على البر يعني، فبيبقى قادر يقعد يتفرج على المبدعين اللي هم في الميدان، وبيبقى عنده فرصة وانه يلتقط انفاسه وانه يشرح القضية او الحالة ويقعد ينتقد وكده. لكن
بالعكس احنا دايما بنعول على المبدعين اللي زي الاستاذ وحيد اللي زيك في ان هم في الميادين هم اللي بيسجلوا الاهداف هم اللي بيقوموا بالدور الكبير. النقد بتظهر له احيانا يعني بعض الفوائد وهي استخلاص طبعا العبر اذا كان هذا النقد يهدف الى ان يكون عملا بناء ليس اكثر. فيما يتعلق باتصال الاستاذ محمد البرغوثي وطلب حضرتك ده انا باثمن ذلك تثمينا كبيرا لانه بيعكس بالضروره حرص على الرغبه في تفادي اي قصور او خلل اذا كان هناك قصور او خلل. نعم. انا لما شفت القصه كويس طبعا القصه دي فيها اسماء ناس انا اعرفهم قوي ولذلك شهادتي هتبقى مجروحه فيها اسم الاستاذ مصباح قطب وهو قيمه يعني بالنسبه لي شديده الاحترام انا احترم هذا الرجل جدا واعرف دوافعه الوطنيه النبيله التي هي فوق اي مستوى من مستويات التشكيك وفيها الاستاذ محمد البرغوثي وانا انت تعرفه اكتر مني وفيها طبعا حضرتك. فطبعا لكن انت عارف انه الرجال لا يعرفون بالحق يعني الرجال المفروض لا يعرفون بالحق لكن الحق يعرف الحق لا يعرف بالرجال والرجال يعرفون بالحق. فاللي حصل هو انه اذا كان التعاطي مع مساله اذاعه نبأ بناء على شهاده من الاستاذ مصباح قطب بانه يعتقد ان ما يحرق هو المجمع العلمي وليس الهيئه العامه للطرق والكباري فاللي حصل وقتها تم تفسيره على انه شكل من اشكال الاغراء بحرق المجمع او التحريض المبطن على حرق المجمع. هذا الامر ليس صحيحا من وجهه نظري بعد فحص هذه المسألة فحصا يعني دقيقا. هذا ليس محاولة للإغراء بالمجمع ولا للتحريض على المجمع، لا يأتي هذا ضمن السياق ولا يفهم من التعاطي الإعلامي بتاعكم ذلك ولا يؤدي إذاعة مثل هذا الخبر إلى حرق هذا المبنى بالضرورة لأنه في ناس كتير اتكلمت عن الجامعة الأمريكية وفي ناس كتير اتكلمت عن مجلس الشعب ومجلس الشورى والمتحف ومجلس فهذا الربط في تقديري ليس ربطا سليما على الإطلاق. لا يوجد تحريض مبطن ولا يوجد إغراء بحرق المجمع وأنا كل ما أستطيع أن أستدل عليه هو لوعة ولهفة ورهبة من وقوع هذا الحدث الأليم الذي وقع بالفعل لاحقا والذي نتمنى أن يكون آخر الأحداث المحزنة في هذا الصدد. أما إذا كانت المسألة تتعلق بالتقييم المهني المباشر نعم وقع خطأ، الخطأ هو الاستناد إلى مصدر واحد واعتبار أن ما قالوا بمثابة يعني حقيقة كنت بتحاول تنقذ ما يمكن إنقاذه في اللحظة لكن بدون ما كنت أصل هي أنت عارف قاعدة التثبت من مصدرين نعم كان يجب أن تعمل هذه القاعدة أنت تعلم الهواء في هذه الظروف أنا أعرف أن في ضغوط كبيرة عليك كان يجب أن ينسب الخبر إلى من قالوا وأنتم قمتم بمحاولة التثبت ويظل هو رواية قابلة للإثبات أو عدم الإثبات لكن هي أرجو ألا يعني يتداول أحد من الذين يتعاملون مع هذا الأمر هذه المسألة بناحية من نواحي الاتهام إلى أنه كان هناك محاولة للإغراء أو التحريض لأني بصراحة شديدة وأنت تعرف أنني سأقول الصراحة مهما كان يكلفني الأمر وقبل أسبوعين أنا كلمتك في انتقاد كده مباشر وانت سمحت لي وقلت لك انه هذا الامر لا يجوز وبعد كده فصلنا الامر فانا ارجو الا يتداول احد هذه المساله على اعتبار انها تحريض او اغراء لانه فعلا غير حقيقي واتمنى لكم كل توفيق واتمنى لمصر انها تخرج من هذه الازمه وانا واثق باذن الله انها تخرج من هذه الازمه إن شاء الله. وسوف تكون كما نريد جميعا. شكرا الخبير الاعلامي والكاتب الاستاذ ياسر عبد العزيز. هطلع فاصل وافسح الفرصه في الفقرة الأخيرة لضيف العزيز الأستاذ وحيد حرم.